نام مع بعض العرق الروستو والعروق الروستو من الحاجات اللي بتبقى مميزه جدا بناكلها دايما في سندوتشات البارده زي الروسبيف والحاجات والتركي والسلامي والكلام ده. بس الموضوع بيكون صعب قوي ان احنا نلف العرق في البيت زي ما بنجيبه جاهز. انا من الناس اللي بحبش اجيب حاجه جاهزه، بحب اعمل ده بايديا، وادي العرق بيكون قدامي بالشكل ده. محتاج شويه حاجات بسيطه جدا عشان اعمل العرق يطلع مظبوط كده والخيوط بتاعته تبقى مربعه. ودايما لما بتشوفي منظر العرق وهو متربط كده او متكتف يعني بيبقى الموضوع بالنسبه لك صعب قوي. لا، احنا النهارده هنعمل ده بطريقه سهله جدا وكمان المكونات اسهل ما يكون. عندي عشان العرق كده اول حاجه بجيبه، بعد كده هجيب عود من الروزبيف، فص من الثوم، حبهان لورا، بصل وجزر، ودي كده حاجات هحطها في ميه السلق مع ملح وفلفل. يبقى اول حاجه هعملها ان انا احط جنبي حله على النار واحط فيها ميه عشان اجهز ليه التربيط بتاع العرق، وبعد كده هاخده على الجريل او في طاسه او على حسب ما انت عندك. عندي الجريل ماشي، ما عندكيش الموضوع هيكون بسيط جدا. خلينا بقى نشيل دي على جنب كده ونجيب العرق بالشكل ده عشان نبتدي ازاي نلفه بالخيط الدبار والموضوع هيكون سهل جدا. اول حاجه محتاج منك خيط من الدبار ومقص وحاجه تفردي عليها العرق عشان تعمليه بطريقه احترافيه كده وسريع، وفي نفس الوقت تبقى سهله عليكي وتبقى احسن من الملفوف جاهز. جهزنا كده الحاجات بتاعتنا. هناخد بقى العرق كده اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحطه كده قدامنا. بعد كده انا عايز اعمل خطوط بالطول وخطوط بالعرض. هجيب المقص بتاعي. بصي بقى انا اسهل عليكي عشان ما تعمليش الخيوط وتلاقي الخيوط بتاعتك بتقع من الجناب. فاحنا مثلا هنعمل 5 خيوط بالطول، يبقى هجيب المقص بتاعي كده واعمل 5 قطعات بايديا كده او 4، بحيث ان انا ايه لما احط الخيط يثبت في الحته اللي انا عملتها دي من الناحيه كده. هنا نفس الموضوع من الناحيه الثانيه، هلف كده العرق بتاعي ادي كده 1 2 3 4 5 لحد كده. كلام جميل جدا وسهل. بعد كده هجيب الخيط ومفاتح بقى الخيط الدباره بتاعي كده، لفه على حاجه ما تجيبوش بالبكره، واقوم جاي من هنا. بص اهو ماسك دي، هعمل كده اسحب لورا واقوم جاي عند اول واحده انا عملتها ومعديها من تحت كده، واقوم رايح على الناحيه الثانيه نفس الموضوع عند اول ضربه خيط انا عملتها، واقوم لافف ولحد كده. الموضوع ايه سهل اهو. هاجي هنا واقوم جايب المقص وايه وقاطع الخيط واقوم رافع ده ورابطه كده. اي حد ممكن يعمل بالطريقه دي بطريقه سهله جدا، وفي الاخر هتطلع لك العرق زي الملفوف جاهز من عند الجزار بالظبط. خلصت ربطتها كده، واقوم جايب المقص وشايل الزيت. تاني نفس الموضوع، هنا ادي الحته اللي انا عملتها بالمقص واروح الناحيه الثانيه اشوف الثانيه برضو والف كده عشان ما اهدرش الخيط بتاعي. اوصل لحد الاخر اقطع بالمقص واقوم جاي هنا اعدي دي ومشادد كده واقوم عامل الرابطه بتاعتي. رابطه عاديه خالص اهي، والعروق الروستو في الانجوس في لحوم الانجوس يعني بتتميز ان هي بتكون طريه قوي، مش زي العروق المستورده او زي اللحمه العاديه ان بتلاقي العرق الروستو بيشد جامد قوي. الموضوع هنا هتلاقي اللحمه في الاخر بعد ما تسويها طريه جدا، ودي ميزه بتكون يعني ايه مش متوفره في اي من معظم العروق الروستو الموجوده يعني. بص تاني، اهم حاجه في الموضوع كله بقى الرابطه التانيه هي اللي هتديني الشكل اللي انا محتاجه. لف كده، انا جبت كل الاشكال اللي بالطول خلاص، واقطع كده لف بقى في اخر واحده كده. والموضوع اللي بالطول ده سهل، الصعب كله بقى او الشكل النهائي بتاعي بيكمل في الشكل التاني اللي هي الخطوط اللي بالعرض، ودي بقى الموضوع هوريكي ازاي تعمليها دلوقتي بطريقه سهله قوي. ادي اول واحده اقوم جاي تحتيها، ركزوا بقى في الموضوع كله هنا دلوقتي، اقوم جاي ساحب كده لحد الاخر واقوم جاي هنا ساحب كده وادي كده ايه اول واحده، واقوم لافف على دي واقوم قافل دي بالشكل ده. اعمل جامد كده العقده عشان ما تفكش مني. بعد كده تاني اقوم جاي من هنا ولافف دي معديها من تحت اهي. بصوا الموضوع ايه اسهل ما يكون، واقوم ساحب دي من هنا بعديها بس واقوم ساحب. ودايما عايزين نسيب مسافه كده قد مثلا 1.5 سم بين كل واحده والتانيه، وهقول لك ليه دلوقتي. شد
سرعه. خلاص بقى بعد كده ايه ديكي خدت على الربطه، هتبص تلاقي ايه اول واحدتين بس اللي بيكونوا صعبين، وبعد كده خلاص اهو بسرعه هتعملي كده، خلاص انا ربطت العرق بتاعي. طب انا عايز البهارات بتاعتي او الثوم والحاجات اللي انا حاططها دي كلها طعمها يفضل فين؟ في العرق بتاعي او يوصل للحمه من جوه، هعمل ايه بقى؟ هقوم جايب المقص بتاعي قاطع بقى الخيط ده كده خلاص شكرا، واقوم جاي هنا عند حتت اللحمه ممكن بسكينه ممكن بالمقص تمام، واقوم عامل حفره جوه العرق بتاعي من هنا تاني وعامل كده. دي مميزتها ان هي هتخلي لي الميه بتاعت السلق بتاعتي توصل للقلب العرق بتاعي ويستوي كويس، وفي نفس الوقت هحط الثوم والحبهان والحركات اللي انا جايبها دي جوه العرق. ادي عندي مثلا فص ثوم ممكن لو كبير كده هقوم قاسمه اثنين، واقوم جاي هنا كده حاطط ده ودايس عليه. بصوا انا عايز ادخله جوه القلب بتاع العرق كده، انا دخلت الثوم، عندي حبهان برده ممكن اعمل فيه نفس الموضوع اهو، عندي روزماري ممكن اعمل فيه نفس الموضوع، وبكده انا هضمن ان قلب العرق من جوه هيبقى ليه طعم ومظبط الدنيا معايا. بعد كده قلنا ايه ميه السلق، عايز استعين بحاجه تانية تديني طعم اقوى من اللي انا احط شويه الحاجات دي جوه. حطيت الميه بتاعتي على النار، اجيب بقى بقيت الحله كده ميه وانزل فيها. بعد ما احط الميه بتاعتي تبقى نص الحله كده تقريبا، هجيب ملح وفلفل اسود عشان يظبط لي طعم الشوربه بتاعتي، ودي شوربه يعني هتبقى طعمها في منتهى الروعه. حطينا كده الملح والفلفل، نروح بقى على جزره على حتتين في الميه، البصل نفس الموضوع كده على اربعه وانزل بيه، عندي بقى اللورا والحبهان والثوم والروزماري في الميه، وابتدي بقى اسخن الميه بتاعتي دي لازم تغلي، وابتدي بقى اسخن جريل حلو قوي عشان نشوي ده، وهنحط عليه بقى زيت وشويه ملح وفلفل. يبقى العرق من بره هنتبله ازاي؟ زيت وملح وفلفل بس كده، لفه من الناحيه الثانيه واديله زيت عشان اسخن الجريل بتاعي قوي فينزل ايه ياخد التقليمه من بره ومن جوه كده. وادي كده شكل الخيوط اللي انا عاملها زي ما الجزار بيعملها لي بالظبط، انا عاملها في البيت بنظافه برواقه كده، ما بقاش محتاج ان انا ايه اجيبه جاهز او حد يعمله. ملح وفلفل كده من كل ناحيه، وسخن بقى الجريل ويسخن قوي، وبعد كده نروح على الجزء الثاني من الخطوات بتاعتنا ونشوي العرق. خلصنا كده العرق الروستو بتاعتنا والجريل سخن، ولازم الجريل زي ما احنا شايفين كده لازم يطلع منه دخان. بسم الله بقى كده وانزل عايز اشوي العرق من كل الاتجاهات، احطه بقى على الجنب ده كده، ومهم جدا ان ما يكونش متجمد، لازم يبقى مفكوك كده ما يبقاش فيه اي تجميد، يعني لو انت عندك في الفريزر كان هتطلعيه قبلها عشان يفك معانا. ممكن تحتاجي شويه زيت على الجريل مفيش اي مشكله برده خالص. اللحمه مش محتاجه بقى ولا ميه بصل ولا بصل مبشور، هي بس تتحمر كده، وبعد كده هنروح على ميه السمك. تتحمر كده من الاتجاه اللي تحت، هقوم لفه على الجنب الثاني لحد ما يتشوي كله، ولازم زي ما احنا قلنا كده ان الجريل يكون سخن قوي عشان يديني التعليمات دي واعرف ادي اللحمه صدمه كويسه، هتساعدني في التسويه كتير جدا وتخلي الانسجه بتاعه اللحمه تتقفل. اديت للعرق بتاعي كده صدمه من ثلاث اتجاهات، اقوم لفه بقى على الاتجاه الاخير بتاعي وهسيبه بقى ياخد التحميره الاخيره، ولازم اتاكد ان الميه بتاعتي الناحيه الثانيه بتغلي عشان في الاخر اخد منها شوربه وتسلق لي العرق بتاعي كويس. كده اديت العرق بتاعي كله الصدمات من كل اتجاه، هقوم واخده كده بسم الله واتاكد الميه بتاعتي بتغلي، واقوم رايح بالعرق جوه الحله واقوم منزله جوه الميه كده، ولازم اغطي الميه بتاعتي تغطي كل العرق. هقفل ده وهسيبه من ساعه لساعه ونص بحد اقصى عشان يستوي كويس، وبعد كده اسيبه يبرد واقطعه. سيبنا كده العرق لمده ساعه ونص في النار، هنفتح بقى كده نقول بسم الله، وادي كده العرق بتاعي هبتدي اخده بشوكه اطلعه كده اصفيه من الميه خالص واطلعه هنا. المفروض ان انا اسيبه يبرد وبعد كده ايه هبتدي اشتغل، بس انا عايز اوري حضراتكم بقى ايه هو مستوي من جوه ولا لا. وادي كده الخيوط حتى اللي احنا عملناها لسه ايه ما فكتش، ممكن بقى بالسكينه كده سهل على نفسي واقطع الحته اللي بالطول دي
بصوا بقى قد ايه اللحمه، هنلاقيها مستويه وطريه. مهما كان حجم العرق يعني كبيره في التسويه ساعتين. طلع الخيوط كلها الاول عشان اتاكد ان الخيط ما راحش في اي حته، لان دايما اللحوم البارده دي بتتعمل في مناسبات، تقدم سندوتشات كبيره، فعايز اللي ياكل ياكل وهو مطمن، متاكد تماما ان مفيش اي حته من الخيوط. حط كده الخيط كله. لو انا بقى عايز اقطعه شرايح زي اللانشون كده وتطلع شريحه صغيره قوي، لازم استنى لما العرق بتاعي. بعد كده نقول بسم الله بقى بالسكينه كده، وابتدي بقى ايه اعمل زي المنشور كده عشان تطلع القطعه بتاعتي ورا بعضها كده. اللحمه اهي، اللحم اصلا لحم الانجوز بيتميز ان هو لونه وردي، ما بيكونش لونه احمر غامق قوي، ودايما هتلاقي الاكياس زي الاكياس اللي قدامنا دي كده فيها اللحمه لونها غامق شويه. لما نطلعها هنعرضها للهواء 10 15 دقيقه، هتبص تلاقي اللون بتاعها ابتدى يبقى لون اللحمه اللون الوردي. هقطع شويه بس كده عشان اعمل بيهم شويه سندوتشات. عندك بقى ايه النوعين، عندك العيش التوست او العيش الفينو العادي. وتعالوا نبدا بالساندوتش العادي خالص، ان انا هجيب عيش فينو عادي واحط معلقه من المايونيز جواه كده. بعد كده هجيب قطعه من الخس واقوم حاططها. ساندوتش كده بيكون طعمه في منتهى الجمال. قطعتين صغيرين من الطماطم. بعد كده هجيب الجبنه الشيدر بتاعتي واقوم بظهر السكينه كده عاملها مثلث كده. انا ما قطعتهاش، انا بس بفصلها عشان تتقطع. بعد كده هفك الباكت بتاعي واقوم واخد الشريحه حطيتها بقت مثلث بالشكل ده كده قدامي، واقوم واخد بقى شريحتين او شريحه تكون حلوه كده، هقوم مقسمها اتنين لو العرق عريض كده، واقوم واخد دي حاططها هنا، واقوم واخد التانيه جنبها. وكده انا عملت الساندوتش اللحوم البارده بطريقه سهله جدا. ادي كده الروز بيف، وادي الساندوتش بتاعي. طب الكلاب ساندوتش بقى بيتعمل ازاي؟ باخد قطعه من التوست بحطها هنا، وهجيب استريتش خطواتها يعني مش كتيره قوي، بس في الاخر النتيجه بتكون حلوه جدا. هلف ده كده لتحت خليه قدامي، واحط دي، هجيب معلقه من المايونيز انزل بيها هنا واساوي كل ده. وهنا دي الحاجه اللي هتخلي بقيه المكونات بتاعتي تمسك في اللقمه نفسها. بعد كده عندي الجبنه الشيدر زي ما هي كده، الباكت سليمه، هقوم حاططها هنا. بعد كده هجيب طماطمايه واقوم قاسمها، وحتى التقطيعه دي عايزه تبقى مظبوطه قوي كده. ممكن اخد واحده كمان معاها على حسب بقى ايه حبات الطماطم، والطماطم اللي بتبقى عامله زي البلح دي بيكون طعمها مسكر وبتنفع للسندوتشات دي حلو جدا. حط الاثنين طماطم كده قصاد بعض. بعد كده عندي الخس، اخد بقى الحته الخضراء دي او الورق الاخضر ده، هيفرق شكله قوي في الساندوتش لما اعمله والفه. حط هنا كده. بعد كده اجيب بقى قطع اللي انا مقطعها الشريحه المظبوطه قوي دي، واقوم حاطط واحده كده وواحده تانيه قصادها، لقمه كمان واحطها هنا. ممكن اعمل طبقه كمان لو انا عايز اعمل كلاب ساندوتش كبير، وممكن اكتفي بكده. بعد كده بقى محتاج منك ترانش صغير، هنطلعه كده واجي بقى بدي هقوم دايس بايديا عشان تبقوا شايفين اكتر. هقوم دايس بايديا هنا واشيل بقى الحروف الصفراء دي عشان اخلي الشكل بتاعي يبقى كله زي بعضه. بعد كده هلف اللفه دي واقوم جايب ايديا تاني دايس، مش عايز الحاجات دي تتحرك عن بعضها. هدوس واقوم قاطع هنا واقطع الحرف بس كده، نفس الموضوع حرف، لف من الناحيه الثانيه حرف تاني. بعد كده اقوم جاي هنا بقى عملته مربع بالشكل ده وشلت كل الحروف بتاعتي، هقوم جاي من هنا بالسكينه اشوف انا الطماطم بتاعتي حاططها من هنا اهي بالشكل ده، هقوم جاي هنا الطماطميه هنا دايره وهنا دايره، هقوم جاي بالسكينه عامل ايديا كده لافف ايديا بالشكل ده، واقوم جاي بقى بالراحه كده لحد ما افضل بالطرنش انا عامله ايه مشرشر عشان يقطع يسهل معايا. اهو ساحب كده بقى الشكل قدامي اهو، طبقه من المايونيز، الخس، الروز بيف، الجبنه بتاعتي، كل واحده زي التانيه. طب انا عايز الفه بستريتش كده، هلفه ازاي؟ اهو فضي كل بقى البلانشه بتاعتي خالص، شيل كل الزيادات دي
شيل بقى الجبنه وجايب الاسترتش بتاعي احطه قدامي هنا كده على قدام البورد، اتاكد ان مفيش ميه خالص. الموضوع ده هيسهل عليكم حاجات كتير قوي. جايب دي خليها بقى تبص لنا. بعد ما حطيتها واحده كده هقوم واخد الاسترتش واحطه هنا واقوم لفه كده بالشكل ده، اقوم ساحب كده رافعها لفوق، واقوم جاي بالسكينه بتاعتي قاطع من هنا كده، جاي قافل دي، وادي كده الساندوتش بتاعي.